سيد حسين بن ضيف، إقامة صناعة وطنية حقيقية قوية وتنافسية هو رهان قديم جديد. خلال السنتين الأخيرتين هناك مراجعة عامة لسياسة هذا القطاع الحيوي حتى يكون منتج ويحقق قيمة مضافة محسوسة. بالأمس كان لوزير الصناعة سيد أحمد زغدار، وكان كنتم حاضرون، كان لكم لقاء مع المدراء الولائيون للصناعة. ما هي الأهداف المبرمجة من خلال هذا اللقاء، وما هو الفحوى العام؟ اللقاء البارحة هو لقاء تقييمي مع المدراء الولائيين التابعين إلى القطاع الصناعي، وبالتالي هو لقاء يدخل في إطار إعطاء ديناميكية جديدة للقطاع، وبعد مشوار ربما أكثر من سنة من العمل كان لابد أن نتوقف وأن نجري بعض بعض التدقيق في النتائج المحققة. وبالتالي كذلك كانت فرصة لوزارة الصناعة والسيد الوزير خاصة لإعطاء التعليمات الجديدة، خاصة بعد إصدار قانون الاستثمار والدور الذي يجب أن يلعبه المدراء الولائيين على المستوى المحلي من أجل تطوير الاستثمار وإعادة بعث النشاط الصناعي. على ذكر التقييم، هل القطاع الصناعي العمومي اليوم قطاع منتج؟ نتحدث عن مؤشرات خاصة خلال هذه السنة، سنة 2022، ورقم أعمال القطاع العمومي. القطاع العمومي التجاري يلعب دوره دائما، دور ربما في قطاعات حساسة جدا كالميكانيك والإلكترونيك وكذلك الصناعات الغذائية، تعرفي كيف كانت ربما مرحلة الأزمة الصحية، أين لعب دور كبير، وخاصة المؤسسات التي ساهمت في في تخفيف من وطأ هذه الأزمة الصحية. إذن ربما الأرقام الأولى التي المستقات من، أنت تعلمين أن هناك مؤسسة إيكوفي التي تمدنا بالأرقام حول القطاع العمومي التجاري، تعطتنا إشارة خير أنه فيه استعادة القطاع العمومي من حيث الإنتاج، لأنه في الحصيلة للسداسي الأول والسداسي الثاني، أو السداسي الأول خاصة لسنة 2022 تعطي نتائج ربما لا ترقى إلى، يجب أن نكون صراحة، إلى طموحات وزارة الصناعة، لكنها الإنتاج صعد أو ازداد بتقريبا نسبة مهمة جدا، وكذلك حتى رقم الأعمال الذي يقدر ب 9.3% في خلال هذا السداسي، هي مؤشرات ربما القيمة المضافة لا تتبع هذا الازدياد، لأن فيه ظروف أخرى، وأنت كما تعلمين أن على المستوى العالمي هذه الأزمة وخاصة أزمة كوفيد جعلت من بعض المواد الأساسية أو المواد الأولية التي تدخل في إنتاج القطاع الصناعي زادت بـ2 أو 3 مرات، وبالتالي بالرغم من أن هناك مجهود كبير خلال السنة أو خلال السداسي الأول، إلا أن النتائج القيمة المضافة تم امتصاصها. ولكن المؤشر الإيجابي هو أن فيه ازدياد الإنتاج وفيه رقم أعمال كذلك يتبعه، هذه مؤشرات تطمئن القطاع الصناعي. سنتحدث بعد قليل عن القيم المضافة ومدخلات الإنتاج أيضا. بالأمس كان في محور اللقاء هو الحديث لوزير الصناعة سيد أحمد زغدار عن انتهاج استراتيجية جديدة للرفع من وتيرة أداء الصناعة الوطنية، أساسها النجاعة والحوكمة. هذا المجال أنتم تشرفون عليه بصفة شخصية، ما هي تفاصيل هذه الاستراتيجية؟ والله استراتيجية كانت ربما بشرناها منذ تنظيم الندوة الوطنية للإنعاش الصناعي، والتي كانت من بين مخرجاتها إعادة هيكلة القطاع العمومي التجاري، وكذلك النظر في
إعادة النظر في التسيير أو نمط تسيير هذه المؤسسات العمومية الاقتصادية. ومباشرة بعد ذلك يعني قامت وزارة الصناعة بإجراء مع مؤسسة إيكوفي عمليات تدقيق يعني لكل تقريبا الآن من بين 10 مجمعات صناعية التي هي تحت إشراف الوزارة، وصلنا إلى 7 مجمعات، يعني أنهينا العمل من هذا التدقيق ونحن بصدد دراسة من أجل يعني ضبط ماهية العمليات التي يجب اتخاذها. ولكن من بينها هي ربما إعادة نظر في نمط التسيير، خاصة في مجالس الإدارة وعقود النجاح. عقود النجاح الآن ربما هي مباشرة بعد الندوة، وتم يعني إسداء تعليمات لجميع المجمعات من أجل، لأن تعلمين أن هناك 10 مجمعات وفي حافظتها ما يفوق 172 مؤسسة، وبالتالي كان لكل هذه المؤسسات عقود نجاح مع مجمعاتها. والمجالس الإدارة الآن تعمل على أساس أنه يكون فيه تقييم أولا دوري وكذلك تقييم سنوي لأداء هذه المؤسسات العمومية، وسوف نمر في مرحلة ثانية إلى المجمعات نفسها، وهذا ما تكلم عليه السيد وزير الصناعة. وبالتالي سوف يكون لهذه المجمعات عقود نجاعة تضبط عن طريق يعني معايير علمية ودقيقة من أجل يعني مرافقة هذه المجمعات، ولكن في نفس الوقت هي المطالبة بحسن الأداء في آخر المطاف. نعم. أين وصلت عملية إعادة الاعتبار لبعض هذه المؤسسات العمومية التي تعاني من مشاكل مالية خاصة؟ هل هذا الإصلاح يكون من خلال ضخ أموال جديدة أم هناك إجراءات أخرى؟ يعني تم إحصاء كما سبق، وأن ربما في حصص سابقة تكلمنا عن هذه المؤسسات. يجب أن نفرق ما بين المؤسسات العمومية التي تعرف صعوبات مالية وما بين المؤسسات التي هي متوقفة عن النشاط بتاتا يعني. لكن عموما أن المؤسسات التي تعرف ربما صعوبات كبيرة هي مؤسسات لها سوق واعد ولها يعني وجود في السوق بصفة عامة، وكانت مرافقة وزارة الصناعة ليس بضخ الأموال، لأنه قضية ضخ الأموال ربما كانت في السابق، والآن يعني الخزينة العمومية لا يمكنها الآن يعني في كل مرة نلجأ لها من أجل يعني زيادة ثقل ربما ديون هذه المؤسسات، ولكن تم اللجوء هذه المرة إلى حلول أخرى، وهي حلول أولا مرافقة هذه المؤسسات من أجل إعادة النظر أو هيكلة هذه الديون مع بنوكها، وكذلك إعطاء ربما الفرصة إلى تغيير نشاطها، لأن المؤسسات ربما قد تعرف يعني اكتفاء أو تشبع في السوق من حيث النشاط، وبالتالي تم إعطاء لها الحرية من أجل يعني التكيف مع متطلبات السوق وإيجاد حلول في مجال تقريبا في كل المجالات بدون استثناء. نحن يعني كمبدأ أنه المؤسسة يجب أن تجد حلولها مع بنكها ومع ربما حتى مع متعاملين آخرين يعني من القطاع العمومي من أجل شراكة أو إيجاد حلول يعني داخل القطاع النسيج الصناعي. بالنسبة للمؤسسات المتوقفة أو الوحدات المتوقفة كان فيه برنامج كبير، حجمها معتبر عددها كان 51 مؤسسة، واليوم الحمد لله بعد عمل تقريبا منذ سنة استطاعت وزارة الصناعة بإعادة بعث نشاط أكثر من 10 مؤسسات و10 مؤسسات عمومية، ومبرمج أكثر من 19 مؤسسة قبل نهاية سنة 2022، والباقي إن شاء الله في سنة 2023 و24. هناك صورة تقريبية عن هذه المؤسسات؟ نعم،
ما هي هذه المؤسسات؟ المؤسسات فيه مؤسسات يعني مثلا تحدث عن إعادة بعث النشاط، تحدث عن فرص شغل، يعني هي بشارة للمواطن. نعم، فيه مؤسستين مثلا تابعتان إلى مجمع الإلكترونيك يعني إلى الجزائر. فيه هذا مثال على شركة ربما غيرت نشاطها في ولاية بلعباس، والتي كانت هي في يعني حتى محيطها الذي هو محيط يعني فلاحي، تم بشراكة مع مجمع أجروديف يعني إنشاء مؤسسة في مواد الغذائية. مؤسسة أخرى كذلك في ولاية بلعباس تابعة إلى إلك الجزائر، وهي تقوم الآن بجمع كل الآلات الكمبيوتر والآلات الإلكترونية من أجل إعادة رسكلتها. وبالتالي هذه المؤسستين يعني أنهينا يعني من إنشائهما وهما في النشاط. مثلا مؤسسة أخرى وهي في بوشنغوف، والتي كانت مؤسسة الخميرة وتم تغيير نشاطها نظرا للظروف البيئية والظروف المحيط. تم تغيير نشاطها نشاط مصنع الخميرة إلى ولاية وهران، وإعادة بعث نشاط قلمة يعني بوشنغوف في العجائن، وهي يعني وحدة الآن تنتج، وسوف نقوم على تدشينها قريبا جدا، وهي دخلت في الإنتاج يعني. نعم، بالنسبة لي نربط بين المؤسسات العمومية أو المجمعات المتعثرة التي لم تحقق نتائج وقيم مضافة، وبين عقود النجاة التي بشرتها وزارة الصناعة. كيف سيكون التقييم مستقبلا لزيادة تفعيل أو حوكمة هذه المؤسسات ودورها في الاقتصاد الوطني بناء على النتائج المحققة؟ هل سنشاهد ربما تغيير في نمط التسيير مجلس الإدارة وربما حتى المسؤولين الذين يشرفون على تسيير هذه المجمعات، على اعتبار أن النتائج المحققة لم ترتقي إلى الطموح المستطاع من قبل الوزارة رغم أن الإمكانيات كلها وفرت؟ شكرا، هذا سؤال يعني مهم جدا، لأنه هي حتمية يعني حتمية. لأنه ماذا عقد النجاة؟ عقد النجاة فيه يعني تعهدات المسير من أجل الوصول إلى أو بلوغ أهداف، وربما ما يعني يتم الاتفاق عليها مبدئيا. إذا لم يتم يعني تحقيق هذه الأهداف سوف يعني هو تحصيل حاصل يعني إما أن يستقيل أو يتم استبداله من أجل يعني تطوير هذه المؤسسة. وهذا هو يعني الشيء الإيجابي في عقود النجاة. اليوم هو خيار لا عودة. هذا هو الشيء الإيجابي في عقود النجاة، وبالتالي سوف يجد نفسه يعني المسؤول نفسه مطالب على بذل جهد وعلى العمل يعني يوميا من أجل تحقيق هذه الأهداف طوال يعني في كل الأيام حتى نهاية السنة. وبالتالي لما يكون فيه تقييم ولما يكون فيه يعني متابعة ميدانية لنشاط هذه المؤسسات سوف أكيد سوف سواء تغير أنماط التسيير أو يغير المسؤولون أنفسهم. نعم، هل تم تحديد، يفهم من كلامك أنه تم تحديد الأهداف بدقة فيما يخص خلق الثروة، مناصب الشغل، وبالتالي الرفع خصوصا من الناتج الداخلي الخام للصناعة؟ نعم، هذا في الحقيقة كل هذا يعني هو استنتاج لما قام به الخبراء في عملية تقييم المجمعات والمؤسسات العمومية، وبالتالي فيه يعني تقييم مفصل لكل مجمع والمؤسساته والذين سوف نعمل على يعني إيجاد الحلول لهذه خاصة الثغرات. ولما تكون فيه ثغرات كبيرة يعني فيه ضرورة حتمية لتغيير نمط التسيير كما تفضلت سيدتي. وبالتالي نحن بصدد الانتهاء من هذا التقييم، وهدفنا هو قبل نهاية سنة 2022 سوف تكون فيه إعادة نظر في القطاع العمومي التجاري بصفة عامة. نعم، اليوم الإنعاش الصناعي هو الورشة أو الاقتصادي بصفة عامة هو الورشة الأهم في برنامج رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون، وتحقيق مؤشرات إيجابية يرتبط أساسا بقياس الأداء في المؤسسات الصناعية، المرونة أيضا في الأداء. كيف نضمن تموقع القطاع العمومي في هذه السيرورة؟
يعني إعطاء مرونة أكثر ربما كانت هي في خطاب السيد رئيس الجمهورية أين توجه لجميع المسؤولين في مخاطبتهم من أجل تحمل مسؤولياتهم، لكن بإعطائهم أكثر حرية، ويعني تم تشجيع روح المبادرة للمسؤول الجزائري. أنا أظن أنها اليوم نعيش ربما سنة اقتصادية وسنة بالنسبة لنا فيها العمل الكثير الذي ينتظرنا. صحيح ربما أننا لم نبلغ لحد الآن كل تحقيق كل الأهداف، لكن نحن في المسار، نحن في المسار الصحيح، لأننا النتائج كما قلت أن المؤشرات الأولى التي للسداسي الأول 2022 يعني تطمئن القطاع الصناعي، وبالتالي الأمور هي في الاتجاه الصحيح، وإن شاء الله سوف يكون عمل أكثر في الأشهر والأيام القليلة القادمة. ما الذي يعيق القطاع الصناعي على أداء نتائج وقفزة في الأرقام؟ والله تقريبا هي نفس ربما العراقيل التي كانت تعيق الاستثمار يعني بصفة عامة، وهي ربما الإجراءات ربما الإدارية البطيئة، ربما كذلك مرافقة البنوك لأنها ربما كانت نسب فوائد ربما تعيق المؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات بصفة عامة، لكن فيه تفهم لهذا المبدأ وفيه عمل يعني سوف يكون إن شاء الله إيجابي على المؤسسات. ربما هذه هي العوائق الكبرى. كذلك يعني يجب أن لا ننسى أننا في ربما في مرحلة تتميز على المستوى العالمي، يعني فيه يعني فيه أزمة عالمية، وبالتالي حتى الاستيراد ربما الموارد الأولية تعرف الآن يعني ارتفاع جنوني في السوق العالمية، وبالتالي ربما حتى أن فيه جهود لكن قد لا نرى نتائجها الآن، لأن ربما كما قلت في السابق أنها تمتص من القيمة المضافة بالرغم من زيادة الإنتاج ومضاعفة رقم الأعمال. هل هناك الآن برامج وخطط لوضع أو تمكين المتعاملين الاقتصاديين والمؤسسات العمومية من مخزون للمدخلات، مدخلات المواد الأولية، مدخلات الإنتاج الصناعي؟ ماذا تقصدين بالمخزون يعني من ناحية؟ من ناحية المواد الأولية، وفرة المواد الأولية التي تعرف قفزة في الأسواق الدولية. تعرفين في السوق الدولية فيه بورصات دولية، وبالتالي سوف لن يكون لتدخل الدولة يعني تدخل كبير في هذا، لكن ربما فيه عمل لأن رئيس الجمهورية كان تحدث عن اتخذ جملة من القرارات بعدم ربما تصدير نفايات الحديدية. هناك بعض المواد الأولية متوفرة هنا في الجزائر ولكن غير مستغلة من قبل القطاع العمومي الذي يلجأ في كثير من الأحيان للاستيراد رغم وفرتها في الجزائر. صحيح، هذا إجراءات داخلية من أجل ربما المحافظة على نشاط المؤسسات أو الإنتاج الوطني، وهي إجراءات جيدة. فربما الآن نحن مطالبون بالعمل أكثر والتنسيق مع كل القطاعات، وهذا ما تعمل عليه وزارة الصناعة يعني من أجل إعطاء ديناميكية يعني إيجابية. تم التنسيق مع القطاعات الأخرى، مع قطاع الطاقة مثلا، فلقد تم إبرام اتفاقيات من أجل يعني أخذ كل أو بعض البرامج التي باستطاعتنا تحقيقها من قبل المؤسسات العمومية وعدم اللجوء إلى ربما خبرات أو أجنبية، لأن المؤسسات العمومية قادرة على تحقيق ذلك. كذلك بالنسبة هناك في اتفاقيات مع في إطار استراتيجية وزارة الفلاحة والتي تصبو إلى زيادة المساحات المسقية من أجل يعني الاكتفاء الذاتي كما تفضلت يعني من إجراءات السيد رئيس الجمهورية، وهو يعني العمل على ضمان الـ يعني الخروج من تبعية خاصة في المواد الغذائية بتشجيع زراعة يعني القمح بنوعه، وبالتالي هناك مؤسسات كثيرة يعني وطنية في القطاع الصناعي سوف تعمل على مساندة ودعم وزارة الصناعة في تحقيق استراتيجياتها. نعم، كيف نجعل التركيز على القيمة المضافة أهم من نسب الإدماج، لأن الفرق كبير بينهم؟ هو الفرق كبير، لكن الهدف هو تطوير الصناعة بصفة عامة، سواء كانت قطاع عمومي أو قطاع خاص، وبالتالي الآن نحن بصدد يعني العمل على مجابهة
هذا الاستيراد الذي كنا يعني ربما كان يأخذ الكثير من المال وكثير من الجهد. التهمت الملايير بعض الملايير سمعتها. وبالتالي هدفنا اليوم هو الإنتاج محليا وتطوير كل الصناعات التي الجزائر بلد كبير وبالتالي لنا يعني الإمكانات الكثيرة والكبيرة ويمكن أن نستبدل هذه يعني بعض لأنه لا نستطيع أن نستغني على كل المواد الأولية ولكن الكثير من المواد الأولية التي يمكن إنتاجها وطنيا سوف نلجأ إليها في أقرب الأجل. سيد حسين بن ضيف، ترقية الفعل الاستثماري يقتضي أيضا التحرر من العراقيل البيروقراطية. أنتم بوزارة الصناعة كانت قد استحدثت إجراءات، استحدثت منصة رقمية للمستثمر، هل ستكون هذه المنصة حلقة ربط بين كل القطاعات وما هي الأجال، أين وصل العمل على مستوى هذه المنصة على مستواكم لتجسيد هذه المنصة الرقمية عمليا؟ نعم، المنصة هي يعني كانت يعني ربما يعني هدف استراتيجي في إطار استصدار قانون الاستثمار، والآن هي تحت إشراف وزارة البريد ونحن يعني نعمل سويا ومع قطاعات أخرى مع الوكالة الرقمية من أجل يعني تحقيق وإنجاز هذه المنصة. والخطوة الأولى والثانية أظن أنها متقدمة جدا وهي على وشك يعني الانتهاء من إنجازها، لأنها سوف تعطي أكثر شفافية وأكثر يعني سوف نتجاوز كل هذه العراقيل البيروقراطية التي تكلمت عليها، وهذا هو هدفنا في من أجل إنجاح هذا القانون ومن أجل إقناع المستثمر يعني من أجل زيادة استثماره وتواجده في السوق الوطنية، سوف يعني تسهل هذه المنصة الرقمية استقطاب أكثر للاستثمار الوطني. من بين مخرجات ندوة الإنعاش الصناعي أيضا كان هناك التركيز عن ترقية الشراكة ما بين القطاع العمومي والخاص، هل هناك نتائج ملموسة تحققت أو مؤشرات في هذا الصدد؟ فيه مؤشرات، ولكن ربما الكل كان ينتظر قانون الاستثمار، وبما أنه قانون الاستثمار اليوم يعني هو جاهز ولم تبقى إلا بعض النصوص التنظيمية والتي سوف كذلك ننتهي منها في أقرب الأجال، أظن بعد هذا سوف تكون فيه، لأنه فيه اهتمامات كبيرة من الكثير من المستثمرين سواء على المستوى الوطني أو الخارجي، وخاصة الخارجي. يعني نحن نستقبل في وزارة الصناعة تقريبا يوميا اهتمامات الكثير من المستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار في الجزائر، وبالتالي سوف ربما هذه المنصة الرقمية سوف تلعب دورا كبيرا من أجل أولا التنسيق السريع ما بين المستثمر والإدارة، وكذلك إعطاء صورة التي هي منتظرة وهي صورة الشفافية وصورة السرعة في معالجة الملفات الاستثمار. سيفتح المجال المجمعات العمومية الاقتصادية الكبرى بإقامة شراكات مع الأجانب في إطار تحويل التكنولوجيا؟ أكيد أكيد، ونحن ليس بمدة قصيرة فقط كان فيه يعني شراكة مع شريك إيطالي في الإلكترونيك مع مجمع إلك الجزائر، وبالتالي الشراكة لم تتوقف ولن تتوقف لأنه التكنولوجيا هي مهمة جدا وهي عنصر أساسي في بناء اقتصاد قوي مبني على التكنولوجيات الجديدة. هل النموذج الاقتصادي المتبنى الآن الصناعي يسمح لنا بالتحول إلى بلد صناعي انطلاقا من العنوان البارز لقانون الاستثمار وهو التحول إلى بلد صناعي وبلد نفوذ في الإقليم وفي المحيط الإقليمي والدولي؟ هذا هو هدفنا، هدف وزارة الصناعة هو بلوغ هذا المستوى من تطوير من التنوع والتطور الصناعي، وبالتالي أنا أظن أنه في إمكاننا بلوغ هذه الأهداف، خاصة وأن الجزائر لها إمكانات كبيرة جدا وأن القطاع العمومي والقطاع الخاص يلعبون دور متكامل ويجب تشجيعه وتطويره وإعطاء فرص يعني أكثر للمستثمر الوطني والمستثمر الأجنبي من أجل تطوير اقتصادنا، وأظن أن ذلك في متناول الجزائر
والدليل أننا لحد الآن لازلنا صامدين، يعني من حيث أن للجزائر وجود واقتصاديا ويعني فيه تلبية يعني تقريبا تامة لمتطلبات السوق الوطنية. شكرا جزيلا لك سيد حسين بن ضيف مدير العام للقطاع العمومي التجاري بوزارة الصناعة على كل هذه الإثراءات. شكرا مستمعينا، سعدنا بالحديث إليكم، إلى اللقاء.